صباح الخير على حضراتكم. فقرة جديدة من فقرتنا متابعات لأهم الموضوعات الموجودة على الساحة، وبنبدأ هذه الموضوعات بالطبع مع الموضوع الأبرز وهو لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وخلال لقاء أشاد الرئيس بالدور المهم للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، علاوة على جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية شبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي. من جانبه أعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة. كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة. وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحا في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحة الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. معنا هاتفيا لتعليق على هذا اللقاء الهام الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. أستاذ طارق برحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا استاذ طارق. الحقيقه لقاء مهم جدا يا استاذ طارق ما بين السيد الرئيس ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. الحقيقه مصر طبعا يمكن بتستضيف وبتجهز بنيه تحتيه كبيره جدا جدا للاحداث الرياضيه العالميه، واللقاء ده بيضع مصر طبعا في صداره الدول اللي ممكن تنظم لقاءات دوليه في الاحداث الرياضيه تحديدا. بالطبع احنا كمان بنتكلم على حاجه مهمه جدا، ان في حاله حصولنا على بطوله الالعاب الاولمبيه 2036 هتعد طبعا اول دوله افريقيه واول مره تقام في افريقيا هذه الدوره المهمه جدا، وبالتالي انت بتقدم
بنيه تحتيه الحقيقه قويه جدا. الدوله وسياده الرئيس عامل بنيه تحتيه رياضيه بالذات ما حصلتش قبل كده. احنا بنتكلم على 3 مدن اولمبيه، يعني بنتكلم على العاصمه الاداريه الجديده، بنتكلم على مدينه اولمبيه اخرى في السويس، بنتكلم على مدينه اخرى هتبقى في برج العرب، وبالتالي المساحات والملاعب والخدمات اللي موجوده في المدن الثلاثه تؤهلك ان انت تقدم على هذه البطوله المهمه. لان احنا بنتكلم دوره الالعاب الاولمبيه، احنا بنتكلم على اكثر من 200 دوله، بنتكلم على اكثر من 3000 لاعب بيشاركوا في مختلف الالعاب المتنافس عليها. فبنتكلم كمان على مردود اقتصادي مهم جدا، بنتكلم على تكلفة برضو الدولة هتكلفها، بنتكلم على مساهمات من اللجنة الدولية أو الأولمبية الدولية لإقامة هذه البطولات. احنا إذا كنا بنتكلم أقرب بطولة أولمبية لينا هي باريس 2024، فاحنا بنتكلم في حوالي، يعني فرنسا بتقدم ميزانية تقديرية بحوالي 6.6 مليار دولار، بمنتظر من طبعا، خلي بالك الرعاة المحليين طبعا بيبقى لهم دور كبير جدا في رعاية هذه البطولات. فاحنا بنتكلم على بطولة ضخمة، بنتكلم على عدد كبير من اللاعبين، عدد كبير من الدول. فالحقيقة البنية التحتية الرياضية المصرية مؤهلة تماما ان هي تستضيف مثل هذه الاحداث وهذه البطولات الكبرى، خاصة اذا كنا بنتكلم على بطولتين مهمتين جدا اللي احنا بنتكلم برضو في كاس العالم 2030 واولمبيات 2036. اعتقد برضو استاذ طارق يمكن نجاح تنظيم مصر لبطولة كرة العالم اليد 2021 اعتقد برضو ادت يمكن زخم دولي ان مصر تستطيع تنظيم كل البطولات الدولية وكافة المحافل الدولية في مصر خلال الفترة القادمة. بالطبع يعني تصدي البطولات مهمة ان انت تقدر تنجح فيها وتقدم للعالم صورة مختلفة تماما عن الدول الاخرى. ده بيساهم كمان في ان انت يبقى اسهمك كبيرة في البطولات الكبرى. لكن اهم حاجة هي الدول بتبص لها البنية التحتية بتاعتك، تجهيزاتك، استقرارك، الاماكن اللي انت هتستضيف فيها. ودي اعتقد ان احنا اصبحنا الان مؤهلين لان احنا نستقبل هذه البطولات. احنا من زمان جدا استاذ عمرو بنطالب بهذه البنية، وبنطالب بالتصدي للبطولات الكبرى زي كاس العالم وزي الاولمبيات. وقلنا اكتر من مرة احنا عندنا البنية الاساسية الان نقدر نتصدى في التنظيم للبطولات دي، خاصة اذا كنا بندير هذا الملف. احنا النهاردة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية حصلت على تكليف ودعم من السيد رئيس الجمهورية. يعني السيد رئيس الجمهورية لا انا موافق وكل الدعم اللي انتوا عايزينه تحت امره. هذا التكليف وهذا الدعم لابد ان يتحول بقى الى ايه؟ شغل، بمعنى ان نبدا نشتغل على هذا الملف. الملف هيكون فيه ايه؟ التقديرات الاقتصاديه بتاعتنا هتكون فيها ايه؟ المكاسب بتاعتنا، المصاريف بتاعتنا، العائد الاقتصادي ايه؟ العائد السياحي ايه؟ كل هذه الملف ده لابد ان هو بعد الدعم وبعد التكليف السيد الرئيس بيه لوزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه وحماس توماس باخ ان هو بعد ما شاف المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه وشاف البنيه التحتيه وابدى رضا، النهارده اصبح عندك فرصه ان انت تسارع باعلان تفاصيل هذا الملف، باعلان مين اللي هيشتغل في هذا الملف، اللجنه اللي هتبدا تشتغل على هذا الملف، ايه الخطوات اللي هتتعمل. لابد من تحويل تكليف سياده الرئيس الى فعل والى عمل مستمر، لان النهارده المنوط بتقديم هذا الملف هو اللجنه الاولمبيه المصريه، وطبعا بتيجي بعد كده وزاره الشباب والرياضه انها بتقدم الدعم المالي وبتقدم الدعم الحكومي، لان طبعا اللجنه الاولمبيه الدوليه بتطلب دايما موافقه الحكومات. وخلي بالك يا عمرو دايما، يعني احنا النهارده في باريس 2024 الرعاه بتوعها المحليين من انحاء العالم ومن اوروبا ومن الشرق الاوسط اكثر من 14 راعي، ودي يعني ضخ فلوس كتير جدا. يعني باريس نشوف احنا لسه بتشتغل من 2019 او 2018 على هذه البطوله، والنهارده هي مخلصه كل حاجه، مخلصه دخل التذاكر، مخلصه الرعاه، مخلصه البنيه الاساسيه بتاعتها، مخلصه المصاريف بتاعتها. اذا كنا بنتكلم في 6.6 فهم عاملين هامش انها ممكن تزيد شويه، لكن هم مركزين في العائد المالي والعائد الاقتصادي. انت بتتكلم
فعائد اقتصادي ممكن يعني يبقى داخل الناتج القومي المصري والاقتصادية من كمية الفلوس اللي هتبقى داخلة وكمية المكاسب اللي هتبقى داخلة قوي جدا وعالي جدا لو انت اشتغلت هذا الملف بشكل صحيح وكلفت لجنة من الخبراء المهمين ان هم يبدأوا يشتغلوا على هذا الملف. الدولة المصرية مقدمة لك بنية تحتية على أعلى مستوى وصرف مصاريف عالية على هذه البنية التحتية عشان تخليك انت تنظم بطولة كبيرة زي الأولمبياد، بمعنى ان انت لازم تقدم للدولة المصرية سواء لجنة الأولمبية المصرية او سواء وزارة الشباب والرياضة لازم يقدموا للدولة المصرية العائد الاقتصادي اللي هو هيتم من بطولة زي ما بقول لحضرتك كده بنتكلم في اكتر من 200 دولة، بنتكلم في اكتر من 13,000 لاعب خلاف الجمهور اللي هيجي، يعني انت عندك فرصة ان انت تكسب مكاسب هايلة في هذه البطولة او الدورة الاولمبية. اذا كانت طوكيو ومع وجود كورونا ومع وجود منع جمهور وبيتكلموا في حوالي 8 مليار دولار مكاسب، لانهم هم صرفوا كتير جدا، يعني طوكيو صرفوا اكتر من 15 مليار دولار بزيادة طبعا عن الميزانية التقديرية اللي هم قدموها كانت 12 مليار، فبالتالي احنا بنتكلم في معوائد اقتصادية، خاصة ان اذا كانت طوكيو كانت هتستهدف من الجمهور بس التذاكر حوالي 800 مليون اسف، وده ما يعني انت عارف منع الجمهور بسبب كورونا ما اداش الدخل ده، فخسرت في ناحية التذاكر. انت عندك فرصة في 2036 ان شاء الله ان انت يبقى دخلك من التذاكر عالي جدا، لان ان شاء الله الجمهور طبعا كله هيبقى موجود وعندك زخم جماهير سواء بقى في الشرق الاوسط سواء في اوروبا، انت بتتكلم على دول كتيره وعدد من اللاعبين ومنافسات في كافه الالعاب، فنتمنى طبعا ان يبدا فورا العمل على تجهيز تكليف السيد الرئيس الى هذه البطوله وتكليفه ومكالمته طبعا مع توماس باخ واستعداد الدوله المصريه لاستضافه هذا الحدث الكبير. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه المعلومات الوافيه استاذ سارة رمضان الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لخبر ايضا كان مهم بالامس، اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضروره ارساء قواعد الاجتهاد والافتاء وضوابطه الخاصه بعد ان عانى العالم الاسلامي في الفتاوى الشاذه لغير المؤهلين. جاء ذلك في كلمه القاها نيابه عن وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه امام مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه 33. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. طيب برضه ما زال دكتور مصطفى مدبولي من الاخبار المهمه جدا، رئيس مجلس الوزراء بيؤكد على ضروره الانتهاء من تطوير رفع كفاءه واجهات العمارات السكنيه المقامه على الطريق الدائري واللي بتقع في مسار الطريق المؤدي الى المتحف المصري الكبير ويقع عليه نظر الزائرين، كما وجه دكتور مدبولي بتطوير واجهات العمارات المحيطه بالمتحف وذلك في اطار الاستعدادات الجاريه حاليا لافتتاحهم على الانتهاء من اعداد تصور نهائي لربط المتحف المصري الكبير بمنطقه هضبه الاهرامات من خلال اقامه كباري للسيارات الكهربائيه والمشاة تمهيدا لبدء تنفيذ هذا المشروع الهام. جاء ذلك خلال جولة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال. نروح لخبر آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي ل3,673,000 طفل ضمن مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. وأشار دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى تحويل 210,024 طفل لإعادة الفحص من خلال إجراء التأكيدي في الوحدة نفسها بعد أسبوع من الفحص الأول. وأشار المتحدث الرسمي لتحويل هؤلاء الأطفال للتأكيد من إصابتهم أو يمكن تأكيد الإصابة أو عدم الإصابة من خلال كشف متقدم بعد الكشف المبدئي. معنا عبر الهاتف دكتور محمد المنيسي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. دكتور محمد برحب بحضرتك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور، صباح الخير عليك. صباح النور. دكتور الحقيقة من المبادرات المهمة جدا يمكن بقى لهم فترة طويلة جدا يعني الكشف المبكر عن ضعاف السمع بالنسبة للأطفال، وده طبعا بيدينا يمكن أولوية كبيرة إن احنا نعالج الحالة منذ بدايتها سريعا. يعني من الواضح إن الساعة
السمع من أهم يعني الحواس الضرورية لأي طفل في البدايات لزيادة التعلم وللتحصيل، وإنها بتأثر على القدرة الاستيعابية حتى في الحياة بشكل عام. مع ضعف السمع يعني احنا شفنا مبادرات كثيرة جدا مهمة في مصر. كان عندنا مبادرة 100 مليون صحة، فيروسي، الكشف المبكر عن الأورام، كل ما يتعلق بالأمومة، فحص كل الأورام يعني مبكرا، ومبادرات الأطفال. دي لم تكن هي المبادرات الوحيدة، كانت في مبادرات تقزم، مبادرات السمنة، الضغط، السكر، زراعة القوقعة دخلت مع هذا الموضوع، وعلاج ضعف السمع مبكرا. يعني وده شيء مش سهل ان تبقى دي مبادرة بهذا الشكل واداء بهذا الشكل، ويتم فحص اكتر من 4 مليون، حوالي 4 مليون طفل، واعادة الفحص والتعامل مباشرة مع حوالي 18,000 حالة كان عندهم مشاكل مختلفة، وزراعة قوقعة. ده جزء من يعني إدارة واعية في شكل واضح، في خطة، في مسح شامل، في خطة ثابتة، في نجاح لهذا الأمر. يعني مجموعة المبادرات اللي تمت غيرت الحقيقة من يعني من الخريطة الصحية في مصر. بقى عندنا بيانات كاملة، بقى عندنا حلول لمشاكل فضلت عقود داخل مصر ولم تكن تحل. وده ظهر حتى بعد كده في الأداء بتاع الدولة في أزمة كورونا، وده أوضح لك إن حصل تطور سريع في البنية التحتية. كثير من المنشآت أضيفت بمعايير عالمية، بخدمة طبية عالية. يعني مدينة الدواء قمنا بتصنيع هذه الأدوية، أدوية الكورونا، سواء الدواء اللي تعطاه الرئيس الامريكي للادويه المباشره للريمديسيفير السابق اللي هو دونالد ترامب، والدواء اللي احنا قمنا بتوفير المولنوبيرافير. فانت عندك خطه واضحه. كان كل هذا الكلام ياخد عقود لتحسين الوضع هذه البنيه التحتيه، لكن انت خدت 8 سنوات فقط، مده زمنيه قصيره يعني فيها هذا التطور العظيم. صحيح يا دكتور، يمكن في تقدم كبير جدا في كل المناحي الطبية الحقيقة. برضو يا دكتور، يمكن المبادرات اللي قام بها السيد الرئيس أو تحت رعاية السيد الرئيس، منها طبعا الكشف عن أمراض السارية، الاعتلال الكلوي، صحة المرأة، أدي ابتدينا في بالنسبة للأطفال، خدنا موضوع يمكن فقدان الوزن والقصر القامة ونقص الهيموجلوبين. الحاجات دي كلها الحقيقة مبادرات مهمة جدا جدا خلال الفترة الماضية، الحقيقة متنوعة كمان، بتكشف عن مجموعة من الأمراض اللي بتأثر بشكل كبير جدا على يمكن الأطفال تحديدا. السيد الرئيس مهتم جدا بيهم، بالذات المبادرات الخاصة بقصر القامة وطبعا سوء التغذية، والحاجات دي كلها الحقيقة مهمة جدا جدا خلال الفترة الماضية، وما زالت مستمرة حتى مع بدء كل عام دراسي جديد. طبعا دي الحقيقة، ان الاستمرار في هذه المبادرات لانها قدمت حلول سريعة. يعني الفحص المبكر عن السد ده حتى غيرنا قصة الوعي داخل يعني المجتمع وداخل ومع السيدات. ثم ده يعني تلاه ظهور لقوة البنية التحتية اللي احنا زي ما شفناها في أزمة كورونا الحقيقة. ثم مشروع التأمين الصحي بالهيئات الثلاث اللي هي في التأمين الصحي، واحنا شفنا المرحلة الأولى من نجاح عظيم داخل بورسعيد. يعني خلاص النهاردة لا يعني مش هتجد أي حد من محافظة بورسعيد بيروح يذهب إلى أي مراكز أخرى، خلاص بورسعيد فيها أعلى يعني معامل يعني علاجي، بنية تحتية قوية للتأمين الصحي، لأجهزة قوية، ويعني الأطباء على أكفأ وضع، والتمريض نفس هذا الكلام بهذا الامر. ففي نجاح قوي جدا للبنيه التحتيه زي ما شفناه في التامين الصحي. في ناس في الاماكن النائيه، عندنا القوافل الطبيه اكثر من 450 قافله تمت في مده زمنيه حوالي 6 اشهر. العلاج كبار السن وضمان علاج المجاني على نفقه الدوله لكل افراد الشعب، ده شيء عظيم الحقيقه، بوضع قوي، بطريقه
يعني واضح ان في رؤيه قويه وخطه ثابته، يعني الاداء بتاعنا مثلا في الفيروس سي والكورونا اشاد به منظمه الصحه العالميه وهيئه الامم المتحده. يعني فكره القضاء على الفيروس سي في هذه المبادرات بهذا الشكل، ويكفي الدوله انجازا مثل هذا الامر. يعني فقط فيروس سي لوحده، لان ده كان مشكله لم يكن هناك يخلو من حد مريض بفيروس سي وتلف كبدي وقيء دمه، كانت مشكله كبيره جدا قويه، لكن القضاء عليها في مده زمنيه قصيره، يعني توفير دواء، وكثير من يعني من ناس كثيره من دول العالم هم خدوا الدواء لان الدواء غالي جدا في بلدهم، ده شيء عظيم الحقيقه. طيب اخيرا دكتور محمد، نستغل بقى وجود حضرتك كده الجرعات الجديده من فيروس كورونا بقى، هل الناس برضه تتقدم ليها؟ يمكن احنا وصلنا الجرعه الخامسه دلوقتي بالنسبه لفيروس كورونا، والناس يمكن شويه، يمكن اللي انت عارف الاجراءات خفت شويه والناس حست باريحيه بعض الشيء، ما بقاش زي الشده زي بتاعت زمان، هل برضه الناس تحرص مع اخذ الجرعه الخاصه بكورونا مع كمان الجرعه الخاصه بالانفلونزا الموسميه ايضا؟ بالرغم من انحسار كورونا في كثير من اماكن العالم، لكن ساعات بتظهر لها بؤر، لكن لابد ان احنا نستمر في التطعيم. طبعا هو الفيروس بقى اقل ضراوه واقل انتشارا عما كان عليه، بالرغم من ظهور هذه المتحورات الجديده اللي هي اكثر انتشارا، لكن لابد ان احنا ناخد تطعيم الانفلونزا وتطعيم الكورونا ايضا. طبعا احنا عندنا دواء مباشرة للكورونا، يوجد دواء مباشر وليس بروتوكول علاجي، يوجد دواء المولنوبيرافير، وقامت الدولة المصرية بتصنيعه وتوفيره داخل الصيدليات المصرية بمبلغ واضح وداخل المستشفيات الحكومية بالمجان. يعني النهاردة بقى في نجاح عظيم جدا. يعني انا طبعا بدعو الناس كلها للاستمرار في التطعيم، وفخور ان حتى دواء الكورونا موجود داخل القطاع الخاص بتسعيره محدده متوفر الحقيقه، فده شيء عظيم الحقيقه. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافيه. دكتور محمد منيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لخبر رياضي مهم. وصل منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي رو فيتوريا تدريبه استعدادا للمباراه الوديه لمباراته مع ليبيريا مساء الثلاثاء القادم يوم 27 سبتمبر الجاري بسد اسكندريه. وادى اللاعبون الذين خاضوا مباراه النيجر اللي شهدت فوز الفراعنه بثلاثيه نظيفه تدريبات بدنيه خفيفه، بينما ادى باقي اللاعبين تدريبات شهدت اجراء بعض الجمل التكتيكيه ثم تقسيمه فنيه. ده استعراض سريع لبعض الاخبار اللي موجوده معانا. نروح الان لموجز الاخبار بعد الفاصل مع زميلتي نجلاء الجعفري، ومن بعده حوار جديد من حواراتنا في هذا الصباح مع زميلي محمد عبد الله. ابقوا معنا.